لما يكون مثلا الديزاين مش لايق عليها او الاساس مش مظبوط عليها او القتل او القتل بتاع البيزنس مش مظبوط عليها. شرف ليا الحمد لله مش ضايق في المكان كورونا بقى عالمي عشت كتير شغال انت فاضي يلا سجل معايا بقى كفرت ده رب شغلنا طيب تاني ولا انا اشوفك ماشي بكاميرا فيديو انا لا لا عمال في الجزء الرابع كله جاي صلاه غريبه دي ولا لا انا مش عايزه اتكلم انا بقولك ان دي امور طبيعيه تحصل هو الناس لازم تفضل مدى الحياه يعني
يبقى اعقل من كده، انه يبقى مستني الاخبار ده او يبقى مستني مني رد جارح، دي هجره خلاص. اللي بيموف اون في حياته وما بيجرحش. عقلت يا ماليا ملهاش علاقه بالعقل، انت لو كنت اتفرجت على الشيخ العرب كنت هتعرف العقل كله. بس لا لا عندنا ايه كده